فيا شباب، اللي بيجرب الماتشا يجرب هذه الماتشا، شيء ما يتفوت. في ترند غريب شوي، تخيلوا الناس تحط توت مع ماتشا، فالحين بنجرب وبنشوف. هم بصراحة ما يحطون كريمة خفق، بس أنا أشوف أنها هي الطريقة الصحيحة، فتحطون منه شوي كذا، تحطون الماتشا بالصفاية وتخطونها لما يصير معاكم زي كذا ناعمة، موية نص غليان تصبونها لين تقدروا تخلطونها. بديت اصور لكم وانا اجرب، قربت اخلصها. حلوة، تحس بدك تشربها على الظهر، حتى الافتر تيس حقتها بعد حلو صراحة، قيمة 9/10. كذا يا اخي فيها انتعاش، اللي بيغير عن طعم الماتشا الكير الاصلي جرب هالشيء كذا حلو. يعني زي ما قلت، احس بصير اشربها يمكن على الظهر، ابقى احب الماتشا الاصليه صراحه.